بعث المقوقس زعيم الروم رسلاً إلى جيش عمرو بن العاص، فأبقاهم عمرو عنده يومين وليلتين، اطلعوا خلالها على حياة المسلمين. فلما عادت الرسل إلى المقوقس سألهم: كيف رأيتم؟ قالوا: رأينا قوماً التواضع أحب إليهم من الرفعة، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا السيد من العبد، إذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. قال المقوقس: والذي يحلف به، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها. هذو ما بقدر أقتلهم أنا، وما بقدر واجههم، لأن القوم منضبطون بأمر ربهم. بعد معركة نهاوند وانتصار المسلمين فيها بقيادة النعمان ابن مقرن المزني، أرسل يزدجرد كسرى الفرس رسولاً يحمل هدايا إلى ملك الصين، يطلب منه العون والنجدة. بلاد فارس كسرت، فقائدهم أرسل إلى ملك الصين قال له: تعال خلصني من هذول المسلمين، تعال ساعدني. فقال ملك الصين لرسول كسرى: قد عرفت أن حقا على الملوك إنجاد الملوك على من غلبهم، ولكن صف لي صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم، فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم، ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف من كثرتكم إلا بخير عندهم وشر عندكم. عجيب، أنت عم تقول لي هذول العرب هذول أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قلائل، وأنتوا دولة طويلة عريضة كثر، شلون غلبوكم؟ أكيد في عندهم شيء جيد وعنكم شيء سيء. فقال رسول يزدجرد: سلني عما أحببت. قال ملك الصين: أيوفون بالعهد؟ قال الرسول: نعم. يا أخوان، الآن ملوك عم تحكي مع بعضها، سامحني سامحني، مو أناس من السوق، مو أناس ما لهم قيمة. أخي، إذا بدك توفي بالعهد ما بيمشي حالك بالسوق، بياكلوك هدون. إذا أنت بدك تكون بالسوق قوي، كذب، الكذب ملح رجال. إذا أنت بدك تكون بالسوق قوي، اخنقهم، خلي رقبته بإيدك، لا أوعك تحط رقبتك بإيد حدا، أنت اخنقه، ضيق عليه. هيك أخي، التجارة شطارة. هكذا يقول السوق، سامحني، هكذا يقول العامة الذين لا خبرة لهم بقوانين الكون. قال ملك الصين: أيوفون بالعهد؟ قال الرسول: نعم. قال ملك الصين: فكيف طاعتهم أمراءهم؟ قال الرسول: أطوع قوم لمرشدهم. يا أخي، إذا قال لهم مرشدهم أمر، كلهم يلتزمون. قال ملك الصين: فما يحلون وما يحرمون؟ فأخبره الرسول إنه المسلمين هذول يحرمون الخمر، يحرمون الزنا، يحرمون الفاحشة، يحرمون القمار، يحلون الطيبات، يحلون ما أمر الله تعالى به. قال ملك الصين: أيحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليهم؟ الخمر عندهم حرام، هنين بيشربوها، بيقول لك: أخي شفة صغيرة ما بتأثر. بيقول لك: أحرجوني والله، معلش يعني، وشو صار؟ وبيرة هي مو خمر، أنا شربت بيرة. قال له: بيساووا هيك شيء؟ بيتركوا الصلاة؟ إنه: أخي والله مشغول، والله عندي مؤتمر هلا، مو ما بقدر صلي، إن شاء الله بس أرجع على البيت بصلي، والله عندي شغل ما حب صلي. قال له ملك الصين: أيحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليهم؟ قال الرسول: لا، دون جماعة من أهل الاستقامة. قال الملك: فإن هؤلاء لا يهلكون أبداً حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم.
ما بتقدروا تغلبون هذون، هذون جماعة عقد وثيق مع الله، الله بيدخل معهم. بدكم الله يتركون تغلبون، خلوهم يشربوا ما حرم الله، خلوهم يعتدوا على المال الحرام، خلوهم يتركوا الدعوة إلى الله، خلوهم ما يصلوا، خلوهم يقيموا علاقات غير مشروعة، خلوهم يضيعوا فرائض الله، خلوهم يعقوا آباء وأمهاتهم، وقتها بيصيروا سهلين للافتراس. ثم كتب ملك الصين كتاباً إلى يزدجرد قال فيه: إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمر وآخره بالصين، الجهالة بما يحق عليه، ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاربون الجبال لهدموها، ولو خلي سربهم أزالوني ما داموا على ما وصف. ترى شوف هدون إذا بدون يوصلوا لعندي بدي طير أنا منهم، فساكنهم وارض منهم بالمسالمة ولا تهيجهم ما لم يهيجوك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يا أخوان، هذا الكلام لكل واحد فينا، لا تنتظر الآخرين، ولكل أسرة من أسرنا، ولكل بلدة من بلداتنا، ولنا مجتمعين، ولأهل الأرض قاطبة. تعاليم القرآن يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، إنما جاءت لإسعادنا. لما الله فرض الصلاة مشان مين؟ لما الله فرض الصوم من أجل من؟ لما الله عز وجل أمر بالدعوة إلى الله لأجل من؟ لما الله عز وجل أمر بترك المسكرات لأجل من؟ لما الله عز وجل أمر بالعلاقة الطاهرة بين الرجال والنساء لأجل من؟ كله لأجلنا. ومع هذا وعدنا إن تمسكنا بأوامره أنه سيمدنا بمدد من عنده. لكن يا أخوان، إذا بدنا نعصي الله كما يفعل أعداؤنا، كما يفعل أصحاب الكيان الصهيوني، صرنا مثلهم سواء. هنن بيعصون إحنا بنعصي، هنن بيسكروا صار في مسلم بيسكر، هنن بيعتدوا على الأعراض صار في مسلم يعني بيرضى أو بيبرر لنفسه الاعتداء على الأعراض. إذن استوينا معهم بالمعصية، هناك يتركنا الله عز وجل، بيصير الأقوى، بيصير اللي له معارف أكثر، اللي له سلاح أكثر هو الذي سيغلب. لكن إذا نحن أعددنا ما استطعنا من العدة وتمسكنا بأوامر الله عز وجل، المسلمون ملكوا نصف الأرض خلال 30-40 سنة، نصف الأرض ملكوها. ما طلعوا هن من مكة والمدينة، انتشروا في هذه الأرض شرقاً وغرباً، وصل الإسلام إلى حدود فرنسا، ووصل الإسلام إلى الصين. كثير من البلاد ما وصلتها الجيوش الإسلامية، لكن وصلها الدعاة إلى الله عز وجل، فصارت هذه البلاد كلها إسلامية. وصار خطيب المسجد الأموي الخليفة إذا خطب يخاطب الناس قريب الصين، ويخاطب الناس قريب فرنسا، ويأتمرون بأمره. وصار هارون الرشيد يخاطب الغيمة في السماء، يقول لها: أمطري أو لا تمطري، أينما أمطرتي سيأتيني خراجك. لكن كان الأمر فيه تمسك بأمر الله تعالى، وقانون الله هو القانون. يعني تمدد المعادن قبل 1400 بالحرارة، 1400 سنة بيمشي حاله، واليوم بيمشي حاله، وهلأ يلي بينصر أمر الله عز وجل سينصره الله عز وجل. القانون ما بيتغير، بس العبد هو تغير.